وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية الأسبق السفير هاني خلاف. سيد خلاف، الجميع يعلم بأن لدى إيران سجل حافل بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ما هو تعليقك بخصوص ذلك؟ أنا أعتقد أن إيران عليها أن تعيد النظر فورا وعاجلا وقبل أن تتطور الأمور ضدها أكثر مما هو حالي في سياساتها العامة وفي سياساتها الإقليمية وسياساتها الخاصة بحقوق الإنسان وإدارة العدالة داخل البلاد بصفة خاصة. أنا استمعت إلى حضرتك وأنت بتتكلم على السيد جويد رحمن اللي بيطلب زيارة رسمية للاطلاع على واقع حقوق الإنسان. هو تولى مؤخرا هذا المنصب بصفة مقرر للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، وأعقب مرحلة كانت فيها مواطنة باكستانية أخرى تتولى هذا المكان، هذا الموقع الذي يتابع حالة حقوق الإنسان في إيران لصالح الأمم المتحدة، وتوفيت مؤخرا في 11 فبراير سنة 18. وهذه السيدة سبق لها تسجيل عدة وقائع وحالات من الإعدامات الموجهة إلى المعارضين السياسيين اللي يسموهم مهرطقين، لأكثر من 1000 حالة. طيب، من حالات من سنة 5 لغاية سنة 15 تقريبا. سعادة السفير، يعني عذرا للمقاطعة، ولكن اليوم في ظل هذه الضغوطات الدولية التي تعيشها إيران وأيضا قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها، في اعتقادك هل سيستجيب النظام الإيراني لطلب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران؟ أنا تصوري أنهم لو أنصفوا أنفسهم لأعطوا الفرصة لهذا المقرر أن يقوم بالزيارة، إنما وفي هذا فرصة لهم يشرحوا دوافعهم في هذا القدر الكبير من التحكم والسيطرة في حركة الشارع، وفرصة أيضا للمجتمع الدولي أن يتعرف على حدود المطالب التي يمكن توجيهها إلى دولة زي إيران، يعني خالفت كثيرا من جوانب حقوق الإنسان عبر ماضيها القريب والبعيد. لابد أن تعطى هذه الفرصة، سواء كانت الإيرانيين يستغلوها في دفع مظلوم، يعني تقديم المظلوميات التي يرونها. وأنا أعتقد أن بعضها يتصل بما يعتبرونه جزءا أساسيا من الشريعة الإسلامية، وهو أمر يتجاوز فقط الحدود الإيرانية لما هو أوسع. أنت عارف الأمم المتحدة بتطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بصفة عامة، وفي هذا الموضوع شائك جدا بالنسبة لتقاليدنا الإسلامية أو شريعتنا الإسلامية. فلا بد أن يكون هناك فرصة للاستماع إلى وجهة نظرهم، أيضا فرصة للتأكد من أن الإعدامات التي تتم وفقا للنظم القانونية حتى المأمول بها في البلاد الإسلامية الأخرى، مش خارج إطار القانون. إذن من القاهرة مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية الأسبق السفير هاني خلاف، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.